يا ترى النسيج بتاعي ليه بيطلع ناشف مع انك انتي بتعمليه قدامنا وبيطلع شكله رخو ولين كده وجميل؟ تفتكروا ليه؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكو وفكرة جديدة. يا ترى النسيج اللي انا بعمله بيكون ليه رخو والنسيج اللي البعض منكم بيعمله بيكون ناشف؟ هو ببساطة جديدة حجم الابرة وحجم الخيط اللي انا ممكن استخدمه. بس كده؟ اه بس كده. هقولك ليه دلوقتي. انا لو عاوزة اعمل القطعة اللي عملناها مثلا سابقا، وزي ما انتم شايفين هي طرية تمام وهي اقطان، انا لو عايزة اعملها تكون طرية اكتر عن كده، تفتكروا كنت هستخدم ابرة رقم 4 او 5؟ اكيد لا، كنت ممكن استخدم ابرة رقم 6 او 7 او حتى 8. بس ده هينطبق عليه حاجة. شايفين الفتحات اللي هي في الغرزة اهو؟ شايفينها؟ اتمنى تكون واضحة. الفراد دي والشكل الفي اللي هو بيكون لي شكل الغرزة العدلة، هو ده اللي هيبتدي معايا يبقى واسع، ولما يبقى واسع اكيد هيبقى رخو اكتر. كما ان كمان لو طالعة من عالم التريكو مثلا، ممكن جدا تكوني واخدة على فكرة ان انت بتلقطي الغرزة مثلا من قطعة للتانية فايدك بتشد قوي. يعني انا لما رحت مثلا من عالم كروشيه التونسي للتريكو كانت ايدي في الاول بتشد الغرزة بشكل فظيع، ما كنتش بقدر اتحكم فيها بابرتين، لان فكرة ان انا امسك ابرتين كانت بالنسبة لي صعبة شوية، فكنت بستخدم ابر ضخمة قوي عشان تديني التأثير اللي انا ممكن اخده بابر رقم 5 في التريكو مثلا او 6 بالكتير قوي. كنت مثلا بروح لرقم 8 او 10 عشان اقدر ان انا ايه الغرزة بتاعتي تكون بس يعني ايه مديني التأثير شبه كده، مع ان هي مفروض تديني التأثير اكبر واعرض من ده مثلا لو انا مستخدمة ابرة كبيرة، ولكن انا عشان ايدي كانت بتشد الغرز كانت لسه النتيجة يعني مش عجباني، فاهمني؟ فمع التمرين الكتير ابتديت اقدر ان انا اخلي الغرزة بتاعتي شكلها كويس ورخوة زي ما انتم شايفين كده، اقدر ان انا اعمل بيها اللي انا عاوزاه وتكون خفيفة جدا. هل ده بس بينطبق على الاقطان؟ لا طبعا، ده خيط اليزا سكريم، وده الخيط ده بعمل منه الكوفية دي، وزي ما انتم شايفين الكوفية كانت رخوة قوي معايا، بس ده مش بسبب ان انا يعني بشد ايدي او مش بشد، لا انا مستخدمة فعليا ابرة ضخمة. وفي حاجة، انا لما باجي امسك الابرة زي ما وريتكم من قبل في دروس التونسي انه صباعي ده بيتحكم في الابرة كده تمام، وطبعا دي ماسكة كده من هنا، 3 صوابع دول زي ما انتم شايفين من هنا، ودي مثبتة هنا، فانا مش ماسكة الابرة مثلا كده، فاهماني؟ فمسكة الابرة كل ما انتي تكون ايدك مرخية اولا مش هتشدي الاعصاب بتاع الايد، المعصم بتاعك هيكون هادي شوية ومش مشدود طول الوقت، وفي الوقت نفسه انتي هتطلعي شغل رخو وشكله ايه بسيط وحلو. ده حاجة. حاجة تانية، ده بالنسبة للابر وعالم الابر وان انا بشد ايدي لو كنت انا جاية من حاجة تانية كنت بعملها، فطبيعي ان انا اكون دماغي متعودة على مسكة ابرة معينة ولسه بحاول او بتعلم ان انا امسك ابرة تانية، وده مش مشكلة على فكرة، بالتمرين هيجي معاكي كل حاجة تكون سهلة وبسيطة. حاجة تانية هو حجم الخيط تمام. حجم الخيط ده اكيد مختلف عن ده ومختلف برضه عن ده، ولو ان التلاتة يبانوا واحد، ولكن شايفين هنا مثلا ده ارفع، ولكن عشان الاقطام بتحب ان هي تتجمع مع بعضها بتكون جنب بعضها كده سميكة زي ما احنا طبعا عارفين اهو، لو اشتغلتها بابرة اكبر هتديني نسيج رخوة قوي واسع، بس في المقابل هتمط مني. احنا دايما بنشتغل في الحاجات مش تبع بس الحجم الخيط، تبع الحجم الخيط الغرزة والابرة. يعني لو عايزة غرزة واسعة زي ما قلنا في الافكار السابقة انه لو عايزة غرزة مثلا تكون كبيرة او حاجة، فانا استخدم ابرة كبيرة وخيط متوسط زي الخيوط دي، دي ما تعتبرش من الخيوط الرفيعة، اسفة ان صوتي بيروح. ولكن الحاجة التانية انه الخيط زي ده مثلا، ده خيط اكريليك، هيديني نتيجة حلوة في الابر الضخمة وفي الابر اللي هي المتوسطة، في الابر الصغيرة قوي على حسب نوع الغرزة. في الحالات التلاتة كل حالة يكون حجم الخيط مش هو بس المتحكم، كمان هو الغرزة. فانا لما بحب اعمل غرزة ضخمة او اعمل غرزة تكون سيمبل قوي وضيقة على حسب موسم السنة زي ما قلنا من قبل، تبع لذلك انا بعمل النسيج بتاعي رخ او ناشف. بس لما بحب ان انا اعمله ناشف مش ببينه ان هو يكون ناشف، بمعنى انه لما اجي اشتغله لو انا هشتغل مثلا بابرة رقم 3، لا بلاش اشتغل بابرة رقم 3 لو هي غرزة عدلة، اروح مثلا على الابرة رقم 5 وهي بتروح في الاسلوب الوسط اللي هو ما بين ان هي تكون ناشفة قوي
او ان هي تكون رقوة وشكلها حلو. فدايما الوسط بيكون مقبول معانا في التونسي، وبيكون مديني نسيج شكله حلو وفي وقت نفسه رخو. دي بس حاجات بسيطة، وزي ما انتوا شايفين الغرزة العدلة دي لما اشتغلناها بالإبرة الضخمة دي كانت أفضل. قبل كده أنا اشتغلتها بإبرة رقم 5 و4 بس كان النسيج ناشف. وفي حاجة لازم تعرفيها، انه لما النسيج معاكي بيكون ناشف خيط سميك يعني وإبرة صغيرة، بتبتدي تهدري في كمية خيط أكبر. بمعنى ان انتي مثلا لو هتستهلكي 4 بكرات، فانتي بما انك استخدمتي إبرة أصغر والخيط بتاعك ضخم، عشان طبعا تعملي نسيج يكون ناشف أو مشدود قوي، ده مش وحش على فكرة، ده بيعيش معاكي أكتر، ولكن شوية قبل ما يتغسل كذا مرة ويتلبس كذا مرة بيكون النسيج بس ناشف، بعد كده خلاص هو بيبقى متماسك مش أكتر. بس بتبتدي مقابل النسيج الناشف اللي انت عملتيه برضو بتستهلكي كمية خيط اكبر شوية، ببكرة او 2 على حسب ايديكي يعني بتعمل ايه في الخيوط. يعني في ناس انا بتجنن منها فعليا، تقول انا اشتغلت القطعة دي ب4 5 بكرات بس، مع انها قطعة مثلا ما شاء الله هي بتكون معها مثلا اكس لارج او 2 اكس لارج، فازاي عملتيها ازاي؟ ببقى عايزة اعرف اي شكل بصراحة. واللي بيعمل حركة زي كده يا ريت يقولي في الكومنتات بتعملوها ازاي، لانه فعليا النسيج والتونسي عامة بياكل خيوط، بس مش بياكل خيوط بشكل اوفر، ولكن يعني هنقول برضو في المتوسط. فهو تبع لحجم الابرة وحجم الخيط، بتبتدي ان انت تسستمي الشكل بتاعك يكون ناشف او طري برضو، بس حجم الابرة والخيط كمان الغرزة. وتقدري ان انت بتكوني عاملاها قصد، زي ما قلتلك قبل كده في الكارديجان انا عملتها ضيقة قصد، هي الغرزة اساسا مش بتتعمل ضيقة، ولكن لما بقت ضيقة بقت مضلعة، فانتي وكيفك. وبس خلاص فكرتنا النهاردة تكون خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا ولو بسيط. اشوفكم ان شاء الله فكرة جديدة، متنسوش اللايك والشير. مع السلامة، باي.